السلام عليكم خوتي المغاربه، الله يستر عليكم. فيروس كورونا ما بقاش فيه اللعب، خصنا كاملين نتحدوا ونعملوا يد في اليد باش نقضيو عليه. يعني المستقبل بالمغرب بين يدنا، من دابا 14 يوم غادي نعرفوا واش غادي نوقفوه ونعملوا له الحد فحال الصين وقفوه بالنظام بالتوعيه، اولا غادي يزيد يتكاثر فحال الدول الاخرى اسبانيا ايطاليا الى اخره. دونك كل شيء في يدنا، الله يستر عليكم. بالنسبه للرجال او للنساء اللي بزز منهم يخرجوا حيت عندهم الخدمه، ياخذوا الاحتياطات الكامله، ما كاينش لبوس، ما كاينش تصدراع، ما يقيسوش وجههم، يعقموا يدهم دابا وساعه، يغسلوا يدهم دابا وساعه، وملي يدخلوا للدار اول حاجه الحويجات اللي عليهم يحيدوهم، لان كيبقى على الحوايج وعلى لي موبل ايام، ويدهم يغسلوهم عاد ديك الساعه يتكونتاكتاو مع لي مونغ الفامي ديالهم اللي في المنزل. بالنسبه للامهات اللي هما جالسين في الدار وعندهم وليداتهم، الله يستر عليكم، هذه ماشي عطله، باقي كنشوفوا باقي كيوصلوا لنا صور مالوغوزمون ديال الامهات اللي كيخرجوا وكيخرجوا وليداتهم وكيتجمعوا وكيلعبوا. راه ما كرهناش حنايا نعملوا الحل راسنا بلا ما يكون ضروري خصنا شي حد اللي يلزم علينا شي حاجه. بقاو في الدار مع ولادكم، هذه فرصه باش تقربوا لهم، تلعبوا معاهم، تقراو معاهم، حفظوهم قران، اي حاجه عملوا معاهم. بالنسبه اللي تخلعوا اليوم من بعد هذا البلاغ ديال غادي يشدوا غير القهاوي، غادي يشدوا غير الحمامات، غادي يشدوا غير لي سال دو سبور، راه الحوانات ما غيتسدوش، الماكله ما غتسالاش، ما كايناش نخرجوا ونتهتفوا ونتخلعوا، راه كلشي اللي عنده العلاقه بالتغذيه غادي يبقى محلول، ما تخافوش.